هل يعني لا يسمع؟ لا، هو مجرد ايه؟ بيجمع احاديث الشيوخ، يروح عند الشيخ يقعد يسمع 100 حديث، يروح عند الشيخ الاخر يسمع 100 حديث وهكذا، ويجمع عنده الاحاديث. طب هو فاهم الاحاديث دي؟ مش فاهم. طب عنده علم برجال اسانيد هذه الاحاديث؟ ما عندوش، هو بس بيجمع وخلاص. حافظ العلم. لأن السماعة المجردة ليس بعلم. وقال التاج بن يوسف في شرح التعجيز: إذا أوصى للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث وعدالة الجامع، لأن ما اقتصر على السماع فقط ليس بعلم. وكذا قال السكي في شرح المنهاج، شرح منهاج الوصول إلى علم الوصول في القضي البيضاء. فالإمام السكي قال نفس الكلام ده في شرح المنهاج، إن اللي بيقتصر على السماع ده لا يدخل في رجال العلماء. وقال القاضي عبد الوهاب غلام أئمة المالكية، ذكر عيسى بن أبان عن مالك أنه قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة ما تاخذش عنهم العلم، ويؤخذ عن من سواه. لا يؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعته، واحد مثلا معتزلي، واحد ناصبي، واحد رافضي، لا تأخذ عنه العلم. طبعا المسألة فيها تفصيل، واحنا كنا قلنا في كتاب في شرحنا من مذهب النظر ان الذي عليه اهل العلم انه لا يؤخذ من هؤلاء المبتدعه ما يدعون فيه الى بدعته، اما مجرد العلم فلا باس بذلك. وهم كان فيهم يعني علماء أجلاء، مثلا الزمخشري، هذا الزمخشري ده كان من كبار المعتزلة، مش معتزلي بس، ولكنه كان عالما. الظاهرية مثلا، داوود الظاهري، الشيخ الباجوري يقول لك وكان جبلا في العلم، داود الظاهري، مع انه هو من كبار الظاهريه. حتى الامام النووي في الاذكار كان تكلم عن المساله وقال ان داود الظاهري يخالف في هذا، فقال والاجماع حاصل بدونه لان مخالفته لا يعتد به. ومع ذلك الإمام الباجوري يقول لك كان جبلا في العلم. فإذا أمثال هؤلاء لا بأس أن تأخذ منهم علمهم فيما عدا ما يدعون فيه إلى بدعته، فهذا تجتمع. مولانا يعني هل الإمام الزمخشري يتم في أخذ نتكلم على الآراء التي تكلم بها ويدعو فيها إلى الاعتزال أو يفهم منها الاعتزال، هذه تتجنبها. لكن ما سوى تلك الآراء سواء أتت أو لم يتم دي مسألة أخرى، إحنا نتكلم على الآراء التي كان يدعو فيها إلى الاعتزال، هذه تتجنبها. لكن مثلا كتاب الكشاف كتاب رائع في بيان بلاغة القرآن وأساليب القرآن ويكشف عن معاني القرآن. فهذا مش بقى أقول إيه، أنا لا أخذ بكلامي لأنه معتزل، لا، أنت خذ كلامه في الذي لا يدعو فيه إلى بدعته.
والذي شهد له أهل العلم بأنه متمكن في هذا العلم، زي المظهر مثلا بالكشاف، يعني ما بيش تطرح الكشاف كله ما تقرأهوش عشان الزمخشري معتزل، لا تقرأه وكل حاجة، بس الآراء بقى اللي هي فيها اعتزال خلاص سيبها على جنب ما تاخدش دي، وما سوى ذلك فأقرأه وتعلمه. لا يؤخذ عن مبتدع ويدعو إلى بدعته، ولا عن سفيه يعلن بالسفه. السفيه الذي في عقله نقص، وتجده يعني يعلن بسفه هذا، فهذا أيضا لا يؤخذ عنه العلم. ولا عن من يكذب في أحاديث الناس، وإن كان يصدق في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا عمن لا يعرف هذا الشأن. قال القاضي: فقوله ولا عمن يعرف هذا الشأن مراده إذا لم يكن ممن يعرف الرجال بأبواب، زي اللي احنا قلنا عليه يسمع الأحاديث فقط وما يعرفش الرجال وأسانيد هذه الأحاديث، ولا يعرف أن زيد في الحديث شيء أو نقص. وقال الزركشي: أما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ سند الحديث. يقول ايه نمرة واحد يحفظ السند، وعلم عدالة رجاله وجرحها، مش مجرد بس انه يحفظ السند ده، ويبقى عارف رجال هذا الاسناد فلان اقيم فيه ايه، ماذا اقيم فيه، هل في حد معدله، واللي عدله قال في ايه، حد جرحه، اللي جرحه قال في ايه، طب إذا تعارض الجرح والتعديل يعني إيه؟ دون المقتصر على السمع. إذا كل الكلام ده حافظ الصوت عايز يستنتج أو يستنبط منه إيه؟ إن المجرد اللي يسمع بس ولا يفهم ما يقال ولا يعني ما يقال، ده لا يدخل في رداد أهل العلم، ده لا يدخل في رداد أهل العلم. وزي ما قلت لكم بعض الأشهر بيقول بقى إيه اللي ورا في الآية. وأخرج ابن السمعاني في تاريخه، تاريخ بتاع ابن السمعاني ده أحد زيول تاريخ بغداد، بسنده عن أبي نصر الحسين بن عبد الواحد الشيرازي، قال: العالم الذي يعلم المبنى والإسناد جميعا، يعني يبقى عارف مش مجرد ان هو بس حافظ للمبنى والإسناد، ده عارف كمان معنى المبنى ايه، يعرف معنى المبنى. والفقيه الذي عرف المبنى ولا يعرف الإسناد، يعني فقيه جيب له المبنى وقول له انت ايه هتفهم منه ايه وهتستنبط منه ايه، يقول لك المبنى ده معناه كذا وهستنبط منه كذا وهكذا، لكن ملوش دعوه، ليس له علاقه بالإسناد. الإسناد يعني ما لوش فيه إيه باع، لكن البدء يقدر يطلع لك منه يعني الفوائد بتاعته ومعناه وغريبه وما يستنبط منه وما يفيد هذا الحديث وما إلى آخره. والحافظ الذي يعرف الإسناد ولا يعرف البدء، حافظ في الاصطلاح يعني في
في اصطلاح المحدثين، يعرف الإسناد ولا يعرف المتن. مش معنى يعرف المتن لا يعرف المتن هو مش حافظه، لا، إن هو لا يعرف معناه وما يستنبط منه. والراوي الذي لا يعرف المتن ولا يعرف الإسناد، هو عنده المتن والإسناد وسمعه، لكن ما يعرفش المتن ده معناه ايه، وما يعرفش الإسناد ده حاله ايه، فهو بيجمعه خالص. وقال الإمام الحافظ أبو شامة: علوم الحديث الآن ثلاثة، أشرفها حفظ متون ومعرفة غريبها وفقهها. يعني أعلى حاجة في علوم الحديث أن تعرف وتحفظ المتن وتتعلم معناه وغريب ألفاظه، معنى غريب الألفاظ وفقهه. والثاني حفظ أسانيده ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها، هذا يأتي في المرتبة الثانية. طب وليه جعل الإسناد في المرتبة الثانية؟ يعني واحد حافظ الأسانيد، حافظ الرجال، ويقدر يميز الصحيح من الضعيف، ومع ذلك تخليه في المرتبة الثانية ليه؟ قال لك طب هو احنا بنروي الاحاديث ليه؟ عشان نفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هي دي الغايه. احنا نعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف مراده مننا ايه؟ هو عايز مننا ايه؟ بيأمرنا بايه؟ بينهانا عن ايه؟ هو ده الغايه الكبرى. فأنا لما أعرف معنى الحديث ومعنى غريب والفقه بتاعه، أنا حققت هذه الغاية. طيب، لكن واحد حفظ الأسانيد وعرف الصحيح، قال الحديث ده صحيح. طيب، وهو مش فاهم معناه، وإيه الفائدة؟ ما الفائدة؟ وربنا هيجي يتعبدنا يوم القيامة ويقول لنا: هو أنت ما عرفتش الحديث ده صحيح ولا ضعيف ليه؟ لا، هو هيسألني النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ما نفذتش هذا الأمر ليه؟ نهى عن كذا، لماذا لم تنتهي عن هذا؟ فلازم أبقى في الدرجة الأولى أبقى فاهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر وينهى. لكن واحد حافظ الأسانيد، طب وبعدين؟ مش هيستفيد حاجة، بل هو مجرد مساعد أو كالآلة للفقيه، إن هو إيه يقول له: والله الحديث ده صحيح أو الحديث ده ضعيف. يقول الفقيه يجتنب الحديث الضعيف ويمسك في الصحيح ويدرك معناه ويخبره للآخرين. لذلك كان كثير من الأئمة، يعني حتى ورد أن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يسأل الإمام أحمد في درجات بعض الأحاديث. الإمام أحمد كان يعني إمام حافظ كبير، ويدري الحديث الضعيف من الصحيح، ومع أنه أيضاً كان فقيهاً، لكن الإمام الشافعي كان يرجع إليه في بعض الأحاديث يسأله عن الصحيح والضعيف. والثاني حفظ أسانيده ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا كان مهماً.
اللي هو ايه؟ وهذا بيعيد على ايه؟ على حفظ الاسانيد ومعرفه الرجال والتمييز الصحيح. وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف فيه من الكتب. يعني طالب العلم أصبح مش في حاجة بس على كلام مين؟ الحافظ أبو شام. أصبح ليس في حاجة ماسة إلى أن يعرف رجال الإسلام ويميز الضعيف من الثقة والصحيح من السقيم ونحو ذلك، وأن يحفظ أسانيد الأحاديث. فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل. يعني أنا حاول أحفظ الأسانيد، طب هي موجودة في الكتب. حافظ أبو شام عايز يقول كده يعني. موجودة في الكتب، يعني حاول أتعب نفسي وأحفظها ليه؟ اللي قبلنا كانوا بيحفظوها عشان ما كانتش في كتب مدونة فيها تلك الأسانيد. طبعا الحافظ هيرد على الكلام ده ايه دلوقتي. والثالث، يعني الثالث من علوم الحديث جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه، أي معرفة طرقه وجمعها. يجمع الطرق بتاعت الأحاديث وطالب العلو فيه، يعني بيسعى إلى تحصيل العلو في الإسلام. العلو في الإسلام هو إيه؟ معناه تقليل عدد الرواة التي بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والرحلة إلى البلدان في طلب الحديث يعني. والمشتغل بهذا، أي بهذا النوع الثالث يعني، مشتغل عما هو الأهم من العلوم النافعة. يعني المشتغل بهذا النوع الثالث بيترك الأهم للمهم، أو سعيا وراء المهم. فالأهم هو النوعين الأولانيين، الأول والثاني. هو بيسيب الحاجات المهمة دي ويسعى إلى مجرد بس جمع الأحاديث، فضلا عن العمل به الذي هو المطلوب الأصلي. يعني أهم حاجة في كل الكلام ده احنا بنجمعه وبنشوفه وبنسعى وراء طلب الحديث ليه؟ عشان نعرف ايه هو المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل به. هو ده المطلوب الاصلي. الا انه لا باس به لاهل البطاله. لو واحد بقى هي دي امكانياته، ما يقدرش يعمل اكثر من كده. لا يستطيع أن يفعل أكثر من هذا، وما عندوش شغلانة يعملها، فإيه؟ يجمع بقى الأحاديث ويجمعها لغيره حتى يستفيدوا بها غيره. البطالة اللي هي عدم العمل. واحد ما فيش لا يعمل وما عندوش إمكانيات وقدرات يستطيع أن يفعل بها أو يحصل بها المطلوب الأول والثاني، أو الحديث الأول والعلم الثاني. هي دي إمكانيات من ناحية الذهنية، من ناحية الجسمانية الصحية وهكذا. لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة لأشرف البشر صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هو ده دي الفائدة الوحيدة اللي احنا ناخدها من ايه؟ من النوع الثالث ده. ان هو بيكتب لنا بس الأحاديث عشان تفضل السلسلة ايه؟ متصلة. قال:
يعني الإمام أبو شامة، ومما يزهد في ذلك أو يزهد في ذلك أن فيه الهدي اللي على إيه؟ على النوع الثالث، يتشعب الكبير والصغير والفهم والفاهم. الفهم اللي هو إيه؟ ثقيل قليل الفهم، قليل الفهم. والجاهل والعالم، يعني ده مش حاجة إيه مميزة يعني يشترك فيها كل واحد. وقد قال الأعمش هو سليمان بن مهران: حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ. شيوخ الحديث يعني. طبعا وذلك لأن الفقهاء ما يتداولوه من أحاديث هنقدر نفهم منهم معناه مراد منهم فوائد هذه الأحاديث وهكذا، لكن الأحاديث اللي بيتداولها الشيوخ ما الفائدة؟ وهنذكر بقى القصة اللي أنا كنت ذكرتها له قبل كده: ولام إنسان أحمد في حضور مجلس الشافعي. واحد بيقول للإمام أحمد: وأنت ليه بتحضر للإمام الشافعي؟ تحضر مجلسه ليه؟ وتركيه مجلس سفيان بن عيينة، يعني تسيب مجلس سفيان بن عيينة اللي بيحدث من كبار المحدثين وإسناده عالي، وتذهب تحضر محمد بن إدريس الشافعي؟ فبيقول: أنت بتعمل ليه كده؟ فقال له أحمد: اسكت، أنت مش فاهم حاجة، فإن فاتك حديث بعلوم تجده بنزول ولا يضرك. أنت هتحضر لسفيان بن عيينة، هتجد أحاديث عالية الإسلام، لكن ممكن تحصلها من مشايخ وأئمة آخرين بإسناد فيه نزول، بس أنت كده عملت إيه؟ حصلت الحديث، والفرق بس إن إيه؟ زاد راويين، لكن الحديث أنت حصلته. وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تجده، يعني العلم والفقه اللي عند هذا الفتى اللي هو الإمام الشافعي إن فاتك لم تجده. مين اللي هيقول لك عليه بعد كده؟ لم تجد من يخبره، أو لم تجد من عنده هذا العلم حتى يخبرك به، لكن الحديث العالي هتجده بإسناد نازل، فما فيهاش مشكلة خالص، لكن ده مش هتجده بعد كده. هذا من فقه الإمام أحمد وعقله ورجحة عقله رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام مين بقى؟ أولا السيوطي هنا يقول قال شيخ الإسلام، يبقى المراد به الحافظ ابن حجر. وفي بعض كلامه نظر، كلام مين؟ أبو شامة، لأن قوله وهذا قد كفيه المشتغل بما صنف فيه، يعني إيه كلام أبو شامة في العلم الثالث يقول إيه؟ وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف فيه من الكتب، صح؟ الحافظ بيقول إن قوله هذا قد أنكره العلامة أبو جعفر بن الزبير وغيره، ويقال عليه: إن كان التصديق الفني يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به
القول كذلك في الفن الأول، فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف فيه، بل لو ادعى مدع أن التصانيف فيه أكثر من التصانيف في تمييز الرجال والصحيح من السقيم لما أبعد، بل ذلك هو الواقع. الحافظ الرازي يقول إيه؟ أنت إمام أبو شام لما بتقول إن الأسانيد والرجال ومعرفة الثقات من الضعفاء والصحيح من السقيم ألف فيه، فإيه؟ إحنا كده مش محتاجين إن إحنا نحفظ ونتعلم إيه هذا العلم، لأنه موجود في الكتب، إيه اللي يخليني أتعب وأحفظه؟ فالحافظ بيقول له طب ما هو وغيره بقى بيقولوا إيه؟ أما كذلك النوع الأول اللي هو معرفة فقه الحديث وغريبه، كذلك ما هو إيه؟ ألف فيه، بل المؤلف فيه أكثر من المؤلف في تمييز الرجال ومعرفة الرجال. طب يبقى نترك بقى كمان ما نتعلمش معاني الأحاديث ولا نتعلم فقه الأحاديث لأنها موجودة في الكتب، وطبعا ده ما يقولش بها. فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم، لأنه الملقاة إلى الأول. فالاشتغال يعني بالتالي اللي هو حفظ الأساليب مهم برضه، ليه؟ لأن هو اللي هيوصلك إلى المرتبة الأولى. فمن أخل به خلط السقيم بالصحيح والمعدل بالمجرح وهو لا يشعر. فالحافظ عايز يقول ان الاهتمام بالنوع الثاني مهم ايضا ومهم جدا، لان ده اللي هيفرق لنا ما بين الاحاديث اللي احنا هنعتمدها وهناخدها والاحاديث التي سنتركها، والا احنا بدلنا ايه نستطيع التفرقه بين الصحيح والضعيف، كده هناخد بقى كله. قال فالحق أن كل منهما في علم الحديث مهم، ولا شك أن من جمعهما أي النوع الأول والثاني يعني حاز القدح المعلم مع قصور فيه إن أخذ بالثاني، يعني هو أيضا في مرتبة عالية ولكن فيها أي شيء من النقص والتقصير إن أخذ بالثالث اللي هو الجمع والكتابة السماع. ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم الحفاظ، ومن أحرز الأول وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا، هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه فقيه، مش هيبقى اسمه محدث. ومن يحرز الثاني وأخل بالأول لم يبعد عنه اسم المحدث، ولكن فيه نقص بالنسبة إلى الأول، وهيبقى إيه ممكن يدخل في رداد المحدثين، ولكن يبقى عنده نقص وتقصير إنه مش عارف معنى الحديث ده إيه ولا فقه. وإحنا قلنا ده هو أهم شيء، إنك تعرف معنى الحديث وفقه. وبقي الكلام في الفن الثالث، ولا شك أن من جمع ذلك من الأولين كان أوفر سهما وأحظ قسما، أولين اللي هو الأول والثاني. ومن اقتصر عليه أي على الثالث كان أخس حظا وأبعد حفظا، ومن جمع الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا. يبقى يجمع ثلاث أنواع دول هو ده المحدث الفقيه كامل الدرجة.
ومن انفرد باثنين منهما كان دونه. اللي هيقتصر على اثنين يبقى اقل ضرر من المحدث الفقير الكاذب. الا ان من اقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف. يبقى اللي هيقتصر على الاول على الثاني والثالث ده محدث فقط لا حظ له في اسم الفقير. كما ان من انفرد بالاول فلا حظ له في اسم المحدث يبقى فقير بس. ومن انفرد بالاول والثاني فهل يسمى محدثا؟ فيه بحث، فيه بحث. طب يعني هو عايز يقول المحاز الاول والثاني لا نسميه بقى ايه؟ محدث ولا نسميه فقير ولا نسميه ايه؟ اللي اشتغل في الفتنين حاز الاثنين معا. فلا مانع ان نسميه ايه؟ فقير محدث. اللي حاز الاول والثاني نسميه فقير محدث. هذا يعني موجود في كثير من الكتب. ويصف إمام من الأئمة يقول الفقيه المحدث أو المحدث الفقيه. وفي غموض كلامه ما يشعر باستواء المحدث والحافظ. يعني المحدث والحافظ سواء، مفيش فرق بينهم في كلام أبو شامة. يعني في أثناء كلامه. وقد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى، أي بمعنى واحد يعني. كما روى أبو سعد السمعاني بسنده إلى أبي زرعة الرازي: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: من لم يكتب 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث. نسمع من المشايخ 20,000 حديث ده على الأقل يعني. على الأقل. يعني المعنى كده إن هو إيه؟ يسمع ويكتب وراء الشيخ حاجة كده في حجم المسند الإمام أحمد. صحيح. لأن إيه مسند الإمام أحمد حوالي 28,293 حديث. 28,293 حديث. ده مسند الإمام أحمد. فهو بيقول إيه؟ من لم يكتب 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث. يعني تقريبا من المسند كده. وفي الكامل بن عدي من جهة النفيلي قال: سمعت هشيما. هشيما ده اللي هو هشيم بن بشير روى له البخاري ومسلم. قال: سمعته شيئا يقول: من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث. يبقى الكلام ده اللي في الأول ده يفيد إن الحافظ هو المحدث والمحدث هو الحافظ. يعني ما كانوش بيفرقوا بينهم. فبيقولوا الحق أن الحافظ أخص، يعني له خصوصية عن المحدث. وقال التاج السبكي في كتابه معيد النعم، معيد النعم ومبيد النقم، ده اسم الكتاب بتاع التاج السبكي: من الناس فرقة ادعت الحديث
يعني دعت العلم بالحديث يعني، وأنهم أصحاب حديث. فكان قصارى أمرها يعني أكثر شيء فعلوه النظر في مشارق الأنوار للصاغات. مشارق الأنوار ده واسم مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية حافظ الصاغات، جمع فيه ما بين أحاديث البخاري ومسلم حديث الصحيحين. فأكثر حاجة يعني يعملها إن هو إيه؟ يبص في كتاب مشارق الأنوار. فإن ترفع يعني بقى ارتفع درجة يعني إلى مصابيح البغوي. مصابيح البغوي باب البغوي ألف كتاب اللي هو المصابيح، جمع فيه أيضا حديث الصحيحين والسنن، حديث الصحيحين والسنن في الكتاب، وسماه المصابيح. وقسم هذا الكتاب إلى صحاح وحسان، حديث صحيحة وحديث حسن. وقال إن الصحيح هو ما في البخاري ومسلم، والحسن ما في السنن. هو اللي قال كده يعني، ده اصطلاح عنده. لأن إيه؟ قال الحديث الصحيحة أو اللي حول عليه صحيح لا يبقى في البخاري ومسلم أو في أحدهم، واللي يبقى حسن لا يبقى موجود في السنن. طبعا الإمام النووي رحمه الله في كتاب التقريب ده اللي احنا هنخش فيه كمان شويه، الحافظ السيوطي بيشرحه يعني، قال ده الكلام ده في يعني في نظر ايه؟ قال لك طب السنن فيها احاديث صحيحه وممكن ترقى الى مستوى الاحاديث التي في الصحيحين. وكذلك الاحاديث التي في السنن فيها الضعيف بل وفيها المنكر، فيبقى ما نقدرش نقول على الاحاديث التي في السنن انها حسنه، وكذلك في منها ما هو صحيح ايضا. فيبقى تقسيم البغوي الأحاديث التي في المصابيح إلى صحاح وحسان إلى ده تقسيم فيه نظر. وطبعا بعض الأئمة كان يعني يعتذر للإمام البغوي، قال ده يعني اصطلاح، هو اصطلح على كده وخلاص، إنه يسمي الأحاديث اللي في الصحيحين صحيحة واللي في السنن أحاديث حسنة، وأنا نشحت في الاصطلاح. فإن ترفع إلى مصابيح البغوي ظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين، وما ذلك إلا لجهلها بالحديث. فلو حفظ من ذكرناه، يعني من ذكرناه هو الشخص ده يعني، لو حفظ هذين الكتابين اللي هو مشارق الأنوار ومصابيح البغوي عن ظهر قلب، حفظه زي اسمه كده، وضم إليهما من المتون مثليهما لم يكن محدثا. يعني أنت لو حفظت الصحيحين والسنن وأدوهم كمان مرتين ما تبقاش حتى محدث، ولا يصير بذلك محدثا حتى يلج الجبل في سم الخيار. فإن رمت بلوغ النهاية في الحديث على زعمها اشتملت بجامع الأصول لابن كثير،
جمع أسود الأثير، جمع أيضا الصحيحين والسنن وزاد عليهما بعض المسانيد. فإن ضم إليه كتاب علوم الحديث للصلاح أو مختصري المسمى للتقريب والتيسير للنووي، نحن عارفين السوق يشرحه ده ونحن ذلك، وحينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام محدث المحدثين وبخاري العصر. ده يعني حاجة ما حصلتش يعني. وما نسب هذه الألفاظ الكاذبة، يعني ايه ده ادعاء ايه كاذب، فإن من ذكرناه لا يعد محدثا بهذا القدر، وإنما المحدث تعريف المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالم والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمع الكتب الستة ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومعجم الطبراني، طبعا معجم الطبراني الكبير المقصود به على الإطلاق كده، يبقى معجم الطبراني الكبير، وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية. هذا أقل درجاته، يعني كل ده وده أقل درجات المحدث كمان. فإذا سمع ما ذكرنا وكتب الطباق، يعني كتب الطبقات، يعني غير طبقات ابن سعد وغيره، طبقات الحاكم، ودار على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات أو الوفيات والمسانيد، كان في أول درجات المحدثين. ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ده الكلام كله اللي بيقوله ده مين؟ تاج السبكي، إمام تاج السبكي، كل ده كلام. وقال في موضع آخر منه، تاج السبكي في موضع آخر من الكتاب يقول: ومن أهل العلم طائفة طلبت الحديث وجعلت دابة السماع على المشايخ ومعرفة العوالي من المسموع والناجح، وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة، إلا أن كثيرا منهم يجهد نفسه في تهجي الأسماء والمتون، يعني حتى الأسماء مش عارف يقولها والمتون مش عارف ينطقها، وكثرة السماع من غير فهم لما يقرؤونه، ولا تتعلق فكرته بأكثر من أني حصلت جزء من عرفة عن 70 شيخا. ده واحد بيبتلي إيه الشهرة، ده أنا سمعت جزء من عرفة ده من 70 شيخ، جزء من عرفة ده جزء حديثي، فهو كده بيفتخر على أقراني بأنه سمع هذا الجزء من 80 شيخا أو 70 شيخ، وجزء الأنصاري عن كذا كذا شيخ، وجزء البطاقة، يعني حديث البطاقة حديث مشهور، نسخة أبي مسهر وأنحاء ذلك، وإنما كان السلف يستمعون فيقرؤون فيرحلون فيفسرون ويحفظون فيعلمون. وده بقى ايه الفرق؟ هذا هو الفرق. ورأيت من كلام شيخنا الذهبي في وصية لبعض المحدثين في هذه الطائفة: ما حظ واحد من هؤلاء إلا أن يسمع ليروي فقط، يعني هو بس عايز يسمع عشان يروي
لغيره، وغيره يعرف ان هو سمع وله مشايخ كثر. فاذا كان هذا مقصده فلا يعاقبن بنقيض قصده، ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبه بنقيض مقصوده، ولا يشهرنه الله بعد سفره مرات، ولا يشهرنه الله بعد ستره مرات. فربنا سبحانه وتعالى بيستر على العبد مرات عديدة. يا ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بالناس أنه لا يشهر بهم ولا يفضحهم من أول مرة. فإذا ارتكب العبد المعصية ستر الله عليه مر ومر ومر لعله يتوب، فإذا لم يتوب فضحه الله عز وجل والعياذ بالله. وهذا يعني المعنى قد أشار إليه سيدنا عمر بن الخطاب على ما أذكر عندما جئنا له بسابق، فقال له يا أمير المؤمنين ما سرقت قبل ذلك؟ هذه أول مرة. فقال له لا، لو كانت أول مرة لسترها الله عليك، لو كانت أول مرة لسترها الله عليك. إذا معنى كده إن مش دي أول مرة أنت تسرق فيه. شوف فقه سيدنا عمر. فهو الحافظ الذهبي يقول ايه؟ ولا يشهرنه الله بعد ستره مرات، يعني ربنا بيستر عليه كذا مره لعله يرجع، فلما لا يرجع يوم ايه ربنا سبحانه وتعالى يشهر به. ولا يبقين مضغه في الالسن وعبره بين المحدثين، ثم لا يطبعن الله على قلبه بعد الله. ثم قال فهل يكون طالبا من طلاب السنة يتهاون بالصلوات أو يتعالى تلك العادات؟ فهو ده بقى الايه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفضحه بيه. أنت بتدعي أنك طالب علم وطالب حديث، بعد كده تترك الصلاة وتترك العبادة وتترك شيء من هذا. وأنحس منه محدث يكذب في حديثه ويختلق الفشار، يعني الهذيان يكلم أي كلام، فإن ترقت همته المفتنة إلى الكذب في النقل والتزوير في الطباق فقد استراح. يتكلم حتى في طبقات اللواء بغير علم، وإن تعالى سرقة الأجداد وكشط الأوقاف فهذا لص بسمت محدد، هذا لص في ثوب محدد. فإن كمل نفسه بتروق أو قيادة والعياذ بالله فقد تمت له الإفادة، يعني هو كده حصل كل اللي هو عايزه كل ما يريد. وإن استعمل في العلوم فقد ازداد مهانة وخطا، إلى أن قال فهل في مثل هذا الضرب خير؟ لا أكثر الله منه. آمين. ولبعضهم إلا الذي يروي ولكنه يجهل ما يروي وما يكتب، كصخرة تنبر أمواهها تسقي الأراضي وهي لا تشرب. يعني اللي بيروي الحديث وهو جاهل به وجاهل بمعناه، عامل زي الصخرة اللي تنبع منها الماء بتروي الأرض وهي صخرة لا تستفيد من هذا الماء. وقال بعض الظرفاء في الواحد من هذه الطائفة إنه قليل المعرفة والمخبرة، يمشي ومعه أوراق ومحبرة، معه أجزاء يدور بها على شيخ معجوز لا يعرف ما يجوز مما لا يجوز، ومحدث قد صار غاية علمه أجزاء يرويها عن الدمياطي، وفلانة تروي حديثا عاليا
وفلان يروي ذاك عن أسباطي. والفرق بين غريبهم وعزيزهم وافصح عن الخياط والحناط. وأبو فلان مسنوه ومن الذي بين الأنام ملقب بسناط. علوم دين الله نادت جهرة هذا زمان فيه طيب بساط. وعلوم دين الله كأن علوم الشرع لها لسان فنطقت فتقول إيه هذا أوان إيه هذا زمان فيه طي بساط. بساط اللي هو السجادة أو حصيرة أو شيء من هذا. فكان إيه زمان لما يقعد على هذا البساط يفرشونه. فإذا أرادوا أن يقوموا طاروا هذا البساط. يعني معناها إيه؟ إن العلوم دي خلاص راحت عليها ما بقاش في حد بيهتم بيه. وقال الشيخ تقي الدين السبكي إنه سأل الحافظ جمال الدين المزي. حافظ المزي اللي هو صاحب تهذيب الكمال كان أئمة الحفاظ حتى وصل بيه الأمر لما كانوا بيحكوا عنه لما كان قاعد من إيه طرف بعدين بيقروا عليه الحديث بالأسانيد فكان يلام. فلما يجي واحد منهم يغلط يروح صح إنه إيه مرادة إيه مصلحه. عن حد الحفاظ عن حد الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجال جاز أن يطلق عليه الحافظ. الشيخ السبكي فقه الدين السبكي بيسأل الشيخ جمال الدين المزي ايه الحد اللي يصل عنده الانسان ويسمى حافظ. قال يرجع الى اهل العرف او يرجع الى اهل العرف. فقلت واين اهل العرف من دول؟ فقالوا قليل جدا. فقال أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم. إذا إيه تكون الإيه ما يعرفه أكثر مما لا يعرفه في أحوال الرجال والبلدان وأحوال السنة ليكون الحكم للغالب. الحكم يبقى أغلبي لما هو يبقى عارف ما يعرفه أكثر مما يجهله يبقى إيه يأخذ هو في الحالة دي حكم أنه يعلم أكثر مما يجهل. فقلت له هذا عزيز في هذا الزمان. يعني شوف الإمام السبكي حتى في زمانه كان هذا إيه قليل زمان نسيب. لا خلاص كبر علينا أربعة. فالسبكي بيقول لشيخ المزي أدركت أحدا أنت أحدا كذلك أنت شفت حد كده؟ فقال ما رأينا مثل شيخنا أو مثل الشيخ شرف الدين الدرياطي. ثم قال رجل دقيق كان له في هذا مشاركة جيدة وكان ولكن أين السهى من الثراء. يعني في فرق كبير بين حافظ الدرياطي وابن دقيق العيد. فقلت كان يصل إلى هذا الحد. قال ما هو إلا إن كان يشارك مشاركة جيدة في هذا يعني في الأسانيد وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول. يعني بدقيق العيد كان يهتم أكثر بالفقه والأصول من الأسانيد. وقال الشيخ فتح الدين بن سيد الناس
عن تدريس لكم؟ تدريس في الساعة 40 دقيقة من ثلاثة شوي. وقال الشيخ فتح الدين بن سيد الناس وأتى المحدث في عصرنا وهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع رواة واطلع على كثير من الرواة والروايات يعني اطلع على الرواة بمعرفة أحوالهم والروايات لمعرفة الروايات ومعرفة معانيها وفقهها في عصره وتميز في ذلك حتى عرف فيه خلطه يعني إيه برز واشتهر في ذلك واشتهر فيه ضبطه فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعض طبقة بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منها فهذا هو الحال. إذا هو هنا عايز يقول لك الحافظ ما يعرف تعريفه يعني ما يعرفه أكثر مما لا يعرفه. وأما ما يحكي عن بعض المتقدمين من قولهم كنا لا نعد صاحب حديث بل لم يكتب 20,000 حديث في الإملاء فذلك بحسب أزمنتهم ده كان في زمانهم هم وده كان متيسر لأن المشايخ كانوا كتير فممكن إيه يقعد هنا زي ما قلت يسمع 100-200 حديث ويروح للشيخ الثاني يسمع 200 حديث وهكذا فممكن ايه يحصل في اليوم الواحد مثلا 1000 حديث على مدار الشهر ممكن يحصل 10,000-20,000 حديث فالحافظ بقى هنا بيسأل شيخه الحافظ العراقي فسأل شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر شيخه أبو الفضل العراقي فقال ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظا وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها ابن السيد وأبو الفتح أبو الفتح بن سيد الناس لأن الأوصاف اللي ذكروها دي أوصاف شديدة شوية صعبة لنقص زمانه وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه أم لا فأجاب الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غالبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ وغلبته في وقت آخر وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفوه بذلك الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت بالبلوغ بعضهم للحرب وغلبته في وقت آخر يعني في وقت ممكن الإنسان أو المحدث أو الطالب العلم الحديث يبلغ أو يكاد أنه يبلغ مرتبة الحافظ وممكن في وقت آخر تلاقي كثير يوجد كثير من الحفاظ وتلاقي الموضوع مشتهر يعني في أكثر من حافظ في البلد الواحد وفي وقت تجد يكاد البلد يبقى فيها حافظ واحد وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك وكلام المزي فيه ضيق يعني في
في صعوبة شوية، بحيث لم يسمي من رآه بهذا الوصف إلا ارتياطي. فالحفظ المزري بيقول أنا ما شفتش حد إلا إيه؟ حفظ ارتياطي، واحد بس. وأما كلام أبي الفتح اللي هو سيد الناس فهو أسهل، بأن ينشط بعض معرفة شيوخي إلى شيوخ شيوخي وما فوق. ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين، فكان الأمر في هذا الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان. يعني هو كان إيه؟ عملية سهلة بالنسبة له، لأنه إما إيه؟ بيحفظ يعني سنده في الحديث عبارة عن راويين أو ثلاثة، فسهل إن هو يحفظه، بعكس الأزمان المتأخرة محتاج يحفظ في سند الحديث الواحد على الأقل أربعة أو خمسة، إذا ما كانش ستة وسبعة وثمانية. فلذلك كان المتقدمين كان عندهم الأمر أسهل شوية، هو هيحفظ اسم شيخه لو من التابعين شيخه وشيخ شيخه اللي هو الصحابة بس، خلاص على كده. فإن اكتفى بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى فهو سهل لمن جعل فهمه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد. ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره واختلاف العلماء واستنباط الأحكام فهو هو أمر ممكن بخلاف ما ذكر من جميع ما ذكر. يعني هذا أمر ممكن وليس بالمستحيل أن يعرف إيه علوم الحديث وأنواعه، فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. ممكن إذا حصل له هذه الأشياء، يعني عمره بقى طويل وفراغه متسع في الوقت ومفيش حاجة هتيجي تمنعه، مثلا زي مرض أو إنه تعرض مثلا لفتنة من الفتن أو ابتلاء من البلاءات، لم يتعرض لهذا وكان عمره طويل والوقت عنده فيه متسع وهكذا، يستطيع إنه يحصل هذه الأشياء. يعني ممكن وليس بالمستحيل، هو صعب لكن ممكن. وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة. ده إيه لندرته، يعني ده أمر إيه يعني صعب شوية. فإن صح لمن صح الكلام ده عن الزهري، يعني كان المراد بث الكمال في الحفظ والإتقان. يعني الزهري بيقصد إنه هيجي واحد كل 40 سنة، ده بقى اللي بلغ درجة الكمال والإتقان العليا، ده ما يجيش إلا كل 40 سنة واحد. وإن يوجد في زمانه من يوصف بالحفظ وكم من حافظ غيره أحفظ منه. سبحانه قال إيه؟ وفوق كل ذي علم عليم. انتهى. ومن ألفاظ الناس في معنى الحفظ قال ابن مهدي: الحفظ الإتقان، يعني أن يتقن ما يعلمه وما يسمعه وما يرويه. وقال أبو زرعة: الإتقان أكثر من حفظ السرد، يعني بس مش مجرد أنك تسمع الأحاديث كده زي ما تسمع القرآن، لا، يبقى فيه إتقان بالألفاظ، تضبط الألفاظ والمعرفة بالمعاني، فمش مجرد بس إيه إنك تسمع وخلاص.
وقال غيره الحفظ المعرفة. معرفة هي معرفة أنواع علوم الحديث، معرفة الصحيح من السقيم، معمول به من غير المعمول، فقه الحديث. الحفظ المعرفة. قال عبد المؤمن ابن خلف الكسفي: سألت أبا علي صالح بن محمد، قلت يحيى بن معين، يحيى بن معين الإمام الكبير جرح التعليم، هل يحفظ؟ قال لا. يحفظ يعني إيه؟ يعني بيحفظ المتون والأسانيد، يحفظ المتون والأسانيد. قالوا لا، إنما كان عنده معرفة، يعني معرفة بعلوم الحديث. يعني تقول له فلان ده في حاله، يقول لك ده فلان ده ثقة، فلان ده ضعيف، فلان ده كذا. لكن إنه كان مشهور وإنه بيحفظ المتون ويحفظ الأسانيد، لا، لم يشتهر عن المعين هذا. قال: قلت فعلي بن المديني كان يحفظ؟ قال: نعم، ويعرف. يعني كان حافظ وعنده معرفة كمان، يعني كان يحفظ المتون والأسانيد ويحفظ علوم الحديث، وكان أيضا عنده معرفة بهذه العلوم، يعني يحفظ المتون وعنده معرفة بما حولها من العلوم. ومما روي في قدر حفظ الحفاظ، قال أحمد بن محمد: انتقيت المسند من 700,000 حديث و50,000 حديث. احنا قلنا المسند ايه؟ كم حديث؟ 28,293. انتقاهم من 700,000 حديث و50. النسبة كام؟ 4%. 4%. يعني ما وضعه الإمام أحمد في مسنده يساوي 4% مما إيه؟ كان يعلمه أو مما انتقاه من تلك الأحاديث. وده يدلنا على إيه؟ على أن الإمام أحمد كان ورعا وكان تقيا، وكان ممكن يحط 700,000 حديث دول، بلاش يحط 100,000 حديث، لا، هو تحرى إلى أقصى درجة، حتى إنه ساب 700,000 حديث دول وانتقى منهم 28,000 حديث بس، حتى ايه يعني دي درجة يعني عالية في التحري، في تحري ما يبدو وفي تحري ما يتركه للمسلمين. وقال أبو زرع الرازي: كان أحمد بن محمد يحفظ 1,000,000 حديث، يعني مليون، يعني أحمد كان بيحفظ مليون حديث. قيل له: وما يدريك؟ قالوا: أنت شعرفك، يعني عرفت الكلام ده منين؟ قال: ذكرته فأخذت عليه الأبواب. كان يقعد يسمع له كده في كل باب الأحاديث الواردة فيه. وقال ابن يحيى بن معين: كتبت بيدي 1,000,000 حديث، يعني مليون حديث برضه. وقال البخاري: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. وقال
قال مسلم صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموع. وقال أبو داود كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث اتخذتها أو اتخذت منها ما ضمنته كتاب السنة. زي الإمام أحمد طبعا فده يدلنا زي ما قلت على شدة تحري هؤلاء الأئمة للأحاديث التي أدرجوها في مصنفاتهم. وهذا لا يوجد في ملة من الملل على وجه الأرض إن أمة تحفظ أحاديث نبيها كلمة كلمة بهذه الدقة وبهذه الدرجة العالية من التوثيق لم يحدث في أمة من الأمم. طبعا القرآن ده شيء آخر، ده يعني بقى المعجزة الكبرى، لكن يعني احنا لا نجد في أصحاب الديانات الأخرى من يحفظون كتابهم، مش حول كما يحفظ المسلمون القرآن، كما يحفظ المسلمون السنة، ولا يعرفون عن نبيهم ما نعرفه نحن عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن تفاصيل حياته الدقيقة كلمة كلمة وفعله ونومه وحياته وجهاده وسيرته ومعاملته مع الناس ومع أزواجه ومع أهله ومع أعدائه، أن تنقل هذه الأمور بهذا الوصف من الدقة لا يوجد في ملة أو دين من الأديان على وجه الأرض منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها إلى وقتنا هذا. وهذا مما يتميز به المسلمون عن غيرهم ويفتخر به المسلمون عن غيرهم. فنحن نتأكد أو متأكدين أن ما نقل إلينا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر علماؤنا بأنه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن متأكدون من نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآخر فلا توجد لديه أصلاً أدوات التوثيق التي يستطيع أن يتأكد منها هل هذا هو كلام نبيه أو حق الكلام الذي أنزله الله في كتابه إليه. لا يوجد عندهم، لا يستطيعون أن يتأكدوا به من ذلك. فلله الحمد والمنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.